في مجال الحلول الإقليمية أنا متابع وكلنا متابعين قد إيه هناك تعاون ما بيننا وما بين مصر وما بين الدول العربية، هناك استثمارات عربية بتدخل مصر، وعلى المستوى المحلي عايزين نعيد اكتشاف قدراتنا الكامنة بأفكار محلية، عايزين المستثمرين المصريين. وأنا سعيد إن جانب كبير من المؤتمر مشارك فيه مستثمرين ورجال أعمال مصريين، ممثلين عن الغرف التجارية، ممثلين عن اتحاد الصناعات بأعداد كبيرة، لأن هم دول اللي مطلوب يتسمعوا. إيه طلباتهم؟ أنا مش بقول إن كل طلباتهم قابلة للتنفيذ، لأن صانع القرار الاقتصادي لديه محددات وضوابط حاكمة بتراعي الكثير من الأبعاد، لكن المستثمر لما يكون أو ممثلين المستثمرين لما يكونوا موجودين في المؤتمر ويتحدثوا ويطلبوا مطالبات، هو عنده حاجة من اتنين: إما أن تستجيب طلباته وتوضع في التوصيات، أو يقتنع بأن طلباته مش لا تتناسب مع الظرف، لا تتناسب مع الظروف، لأن حتى الاقتناع بأن هذه الطلبات مش مناسبة ده بيعطي راحة للمستثمر. بالأمس السيد الرئيس تحدث بمنتهى الصراحة عن فكرة الشباك الواحد وأنها تواجه صعوبات، وأن الجهاز الإداري في البداية لم يكن جاهز لتحمل صناعة التنمية. كان هناك حلول، الدولة المصرية كان عندها حلول في الفترة اللي فاتت، والنهاردة الجهاز الإداري أتصوره بعد المجهودات الكبيرة اللي تمت أتصوره أكثر قدرة. صحيح لم يصل إلى طموحاتنا ولكنه أصبح أكثر قدرة. بالتالي فإن المستثمر دايما بيطالب بنوعين من الطلبات: تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم. ده الخط العام. صحيح. وموضوع الرسوم ده اتكلموا فيه امبارح كتير، يعني كل انواع الرسوم طبعا البيروقراطيه. يعني انا فاكره في جلسه من الجلسات طرح الموضوع ده بشكل كبير دكتور احمد زياد بهاء الدين، لما اتكلم على المشكله مش مشكله الجمارك، حط الجمارك والقيمه المضافه واعمل كل حاجه، مشكله رسوم. رسوم وإجراءات، لأن بنلاقي شكاوى من تعدد جهات التفتيش والرقابة، تعدد الجهات اللي بيتعامل معها المستثمر، وفي نفس الوقت كل جهة من اللي بيتعامل معها بتطلب رسوم، وبتطلب رسوم ضرائب جمارك أيا ما يكون مع تعدد الجهات. الجهات. صحيح. فدي الفكرة، المستثمر عايز إجراءات بسيطة ومش عايز يدفع خالص. الدولة عندها ارتباطات، المقاربة بقى، الموازنة اللي يقتنع بها المستثمر، ما هو يمكن، ما الذي يمكن أن يدفعه المستثمر من رسوم يكون هو مقتنع بأنها واجب. هو دي مثلا ممكن نقول الحوافز اللي هنسمع عنها؟ الحوافز هي حوافز تخفيف من، يا إما تخفيف من الإجراءات أو تخفيف من أو تخفيف هي من لم يعلن عنها بعد، يعني بس هي سوف يتم الإعلان عنها. لا، هي الدولة المصرية حتى أعلنت قبل كده مثلا عن الضرائب العقارية، تحملها الضريبة العقارية عن المستثمرين الصناعيين. نعم. يعني الحوافز يعني مستمرة، فكرة تجديد الحوافز وتطويرها بما يلائم الواقع الحالي بيقول إن الدولة المصرية منفتحة على إنها تتطور مع تطور النشاط الاقتصادي، لأن النشاط الاقتصادي ده متغير جدا. يعني لما حد بيكلمني عن المصانع اللي كانت قافلة في 2011 وفي منها اللي فتح أعيد ثاني بمساندة الدولة، وفي ناس اللي ما فتحتش لأن هناك بعض الصناعات بعد 10 سنوات لم تعد اقتصاديات تشغيلها جاهزة، لأن النشاط الاقتصادي متغير بصورة كبيرة جدا. الدولة كمان لازم تكون مرنة فيما تقدمه من حوافز وضمانات للمستثمر، ولازم تعطيه ما يطلبه وليس شيئا آخر، لأن أحيانا بتكون الحوافز والضمانات جيدة جدا ولكنها لا تتناسب هذا المستثمر. يعني أنا كنت بحلم إن يكون هناك قائمة للحوافز مقيمة بالنقاط، وأنا كمستثمر ليا مثلا 100 نقطة أختار من ال 100 نقطة الحافز اللي أنا أختاره يناسب مشروعي، لأن في كثير من الأحوال ما الحوافز اللي بتناسب مشروع لا تناسب المشروع الآخر. إحنا تابعناها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فرض في القانون مجموعة كبيرة من الحوافز واللي بيتخصص بمنحها الجهاز بالتعاون مع المستثمر هو اللي بيختارها. بالتالي فإنه من بين طلبات المستثمرين الإجرائية والمالية هناك ما يمكن تحقيقه. طب الإجرائية دي هنعمل فيها إيه؟ ما هي دي برضو مشكلة، إن الإجرائية دي بتضيع وقت وبتضيع، ما هو لما بضيع وقت بضيع فرصة. تبسيط الإجراءات أعمل فيها إيه؟ ما هو لغاية دلوقتي أنا عندي هذه المشكلة ما زالت قائمة. المشكلة قائمة، بس ما نقدرش نغفل النجاحات اللي احنا نجحنا فيها. يعني النهاردة ما كانت الإجراءات، هناك الكثير من الإجراءات اللي من الممكن المستثمر والمواطن العادي أن يحصل عليها
بصوره الكترونيه ما كانتش موجوده قبل كده. لكن هي انا بتكلم على الصناعه يا فندم، انا بتكلم على الصناعه. يعني انا برضو ما أنا في ناس كتيره ما بتجيش نتيجه للموظف الصغير اللي هو معقد لي الدنيا. احنا ما هو في مجال المكاشفه واحنا في مؤتمر اقتصادي، يعني احيانا كمان تكون التطوير المستثمر اخذ على 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 وضع معين. يعني قبل هيئه تنميه الصناعه كان المستثمر بيحصل على ترخيصه من مجلس المدينه مثلا. المحليات نعلم ما في المحليات، تعرف ان حضرتك يعني البعض يتفضل انه يرجع يتعامل محليات عشان يمشي حاله. فهي الانتقال المشي حلو دي مش حلوه، يعني احنا مش عايزين نرجع للمشي حلو. ما هو ده اللي بقول لحضرتك، لان في مجال الانتقال الى الميكنه والرقمنه بيكون هناك مرحله تحول صعب. فما انا عشان كده بقول لحضرتك ان مش كل مطالبات المستثمرين، لابد من ان يتم صياغه مطالبات المستثمرين في اطار توجهات الدوله وفي اطار استراتيجيه الدوله للتنميه الحقيقيه، بحيث يتم حل المشاكل بصوره جذريه وبصوره تتوائم مع مستهدفات التنميه. ما هو ده المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي انا بجمع مين؟ انا بجمع قطاع المستثمرين مع الخبراء الاقتصاد، مع اعضاء مجالس النواب ومجالس الشيوخ، مع ممثلين الحكومه، علشان يحصل تفاعل متكامل للوصول الى النتائج اللي بننتظرها. نتمنى يا دكتور.